الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب التيمم. لما أكمل ابن قدامة رحمه الله الطهارة المائية، وهي الطهارة الصغرى الوضوء، ثم الطهارة الكبرى الغسل، انتقل إلى طهارة البدل التي هي بدل عن الطهارة المائية، وهي طهارة التيمم. فقال المصنف: باب التيمم. التيمم في لغة العربي هو القصد، يقال تيمم فلان المكان بمعنى قصده، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدون إلى الخبيث منه فتنفقون. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني ولا قاصدين البيت الحرام. أما في تعريف الفقهاء فإن التيمم هو قصد الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية مخصوصة، هذا بالنسبة لتعريفه في الإصطلاح. فقول المصنف باب التيمم، أي سأذكر لك في هذا الباب جملة من الأحكام تتعلق بهذه العبادة. التيمم عبادة خصت بها هذه الأمة. نحن لما تكلمنا على الوضوء وتكلمنا على الغسل، قلنا بأن الوضوء والغسل كان في الأمم التي سبقتنا، ودللنا على ذلك كما في حديث السنن لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا وضوء الأنبياء قبلي. وفي الغسل جاء في الحديث في البخاري على أن موسى كان يغتسل، وعلى أن أيوب كان يغتسل. فالوضوء والغسل موجود في هذه الأمة، ووجد في الأمم السابقة. أما التيمم فهذا محض فضل من الله على هذه الأمة، وهذا دليل على شرفها. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهم أحد قبلي. من بين هذه الخمسة أنه قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. الحديث هذا يدل على أن التيمم خص به هذه الأمة. الفقهاء يقولون التطهير الذي يقع للإنسان يقع له بأمرين اثنين، إما بالماء وإما بالتراب، ولا يمكن أن يتطهر الإنسان إلا بهذين الاثنين. قالوا: والسر في ذلك أن الإنسان خلق من ماء وطين، فأصله الماء والطين، فجعل الله تطهيره بهما. وقال بعض الفقهاء: الحكمة في الاقتصار في التطهير على هذين الأمرين، لأن أول منشأ الإنسان الطين الذي هو التراب، ثم استمرار حياته وبقائه بسبب الماء. فالله سبحانه وتعالى ربط هذين السببين بالطهارة كي يدل على أن هذه العبادة هي سر سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. فإذا التيمم هذا رحمة وهدية من رب العالمين لهذه الأمة، وهذا دليل على فضلها. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزات، فسقط لها عقدها الذي ترتديه النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حبس الجيش وقال: ابحثوا لعائشة عن عقدها. قالت: فحبس الجيش ونام النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر، والناس لم يكن معهم ماء، ولم يكن نزل هناك التيمم. فالصحابة ذهبوا وشكوا لأبي بكر، قالوا له: ترى أنت ابنتك حبست رسول الله وحبست الجيش وليس معهم ماء، يعني فعلت جريرة كبيرة، كل الجيش حبس من أجل عقد لعائشة. وهذا دليل على تطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها. فقالت: جاء أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم واضع رأسه في حجري، فبدأ ينغزني في خاصرتي ويقول: أما تستحين؟
تحبسين رسول الله والناس وليس على ماء؟ قالت فوالله ما تحركت إلا لمكان رأس رسول الله مني. قالت ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستبشر فتلا عليهم الآية وإن كنتم جنبا أو فإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن حضير رحمة الله عليك يا عائشة فما أصابك شيء إلا أنزل الله فيه رحمة لهذه الأمة. لهذا عائشة رضي الله عنها جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في سكرات الموت يا عائشة إنه ليخفف علي من سكرات الموت أنك زوجتي في الجنة. يعني انظر مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة. وجاء في الصحيحين من رواية عمرو بن العاص قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص في هذه القصة قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على في غزوة وقال أنت أميرهم، فلما جعله أميرهم ظن على أنه هو الأحب إلى رسول الله، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فقال يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها. فهذا دليل على فضل هذه المرأة. وسيد بن حضير قال ونبه على أمر، قال ما نزل بك أمر إلا كان فيه فسحة لأمة محمد. انظر هو أمر بسبب عائشة، لكن أصبح هناك رحمة لأمة محمد كاملة. فهذا في بيان فضل هذه العبادة التي هي باب التيمم. الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية في سورة النساء وفي سورة المائدة. فسوف نبدأ بمسألة واحدة يذكرها الفقهاء قبل أن يبدأوا في باب التيمم. التيمم قلنا هو عبارة عن عبادة بدلية للطهارة المائية. طيب اتفق الفقهاء وأجمعت الأمة على أن التيمم بدل عن الوضوء، يعني بدل عن الحدث الأصغر. وهل هو بدل على الحدث الأكبر الذي هو الجنابة؟ فيه خلاف. جماهير الفقهاء وعامة الأمة يقولون إن التيمم هو بدل عن الطهارة الصغرى وبدل عن الطهارة الكبرى، يعني يجوز للمحدث أن يتيمم بشروط ويجوز للجنب أن يتوضأ أن يتيمم بشروط. إلا أن الجنب اختلفوا فيه، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله ابن مسعود كانوا يقولون على أن التيمم خاص بالحدث الأصغر ولا ينتقل إلى الحدث الأكبر. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم أن رجلا جاء لعمر وقال يا عمر إنني كنت في سفر فأجنبت، كنت في سفر فأجنبت. فقال له عمر لا تصلي. فقال عمار وحضر المجلس قال يا أمير المؤمنين أما تذكر أننا كنا في غزوة كذا وكذا وأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت كما تتمعك الدابة في التراب فتمعكت، فلما جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض وتمسح وجهك وكفيك. فقال عمر أنا ما أحفظ هذا، يعني عمر هنا نسي هذه القصة ولكن عمار أثبتها، لأن هذه القصة سوف يترتب عليها كثير من الأحكام وسوف يورد المصنف هذا الحديث. وأما عبد الله بن مسعود فقد أخرج مسلم في صحيحه عن شقيق بن عبد الله قال كان عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، فسأل أبو موسى الأشعري عبد الله بن مسعود وقال يا عبد الله ما رأيك في الرجل يجنب وليس له ماء؟ فقال له لا يصلي. فقال فما تقول في قول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء؟ قال عبد الله يوشك أحدهم إذا برد عليه الماء قام وتيمم. فقال له وما قولك في عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اضرب بيدك على الأرض؟ قال أما رأيت بأن عمر لم يوافقه؟ فعبد الله بن مسعود استدل بقول عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود لم يكونوا يروا بأن التيمم هو بدل عن الطهارة الكبرى بل هو خاص على الطهارة الصغرى، ولكن جماهير الفقهاء والذي استقر عليه الاتفاق بعد هؤلاء الصحابيان
أن التيمم بدل على الطهارتين، والدليل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمران بن حسين قال: كنا في المسجد فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة رأى رجلا لم يصلي، فقال له: لما لم تصلي؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالتراب فإنه طهور لك. فدل على أن الجنب كذلك ينوب عليه التيمم، وهذا القول هو الأقوى والصحيح. نعم. وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه. بدأ المصنف رحمه الله باب التيمم في ذكر الكيفية، يعني كيف يتوضأ أو كيف يتيمم المسلم، ثم ذكر بعد ذلك الشروط، فقال رحمه الله: وصفته أن يضرب بيده على الصعيد ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه. نحن تقدم معنا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه صورة المائدة. في صورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى: خلينا نبدأ بالوضوء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. في الرواية الأخرى منه هنا الله سبحانه وتعالى بدأ بالوضوء وقال اغسلوا، وتكلمنا عن الوضوء، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وتكلمنا على الغسل، ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء. هنا في هذه الآية يوجد نوع من الاستنباط الدقيق عند الفقهاء، لهذا ينبغي الانتباه إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى قال لما بدأ في الوضوء قال: تغسل وجهك وتغسل يديك وتمسح رأسك وتغسل رجليك. أما في التيمم قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إذن يختلف التيمم عن الوضوء في أمرين اثنين. هنا في الوضوء غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين ومسح الرأس، أما في التيمم فقد اقتصر فقط على الوجه وعلى اليدين. لماذا أسقط الله في التيمم مسح الرأس وغسل ومسح الرجلين؟ يقول الفقهاء: الحكمة في ذلك لأن الرجلين غالبا أن التراب موجود عليهم، الرجلين غالبا أن التراب موجود عليهم فلم يحتج إلى مسحهم. قال: وأما الرأس فإن وضع التراب على الرأس هذه كانت صفة أهل الجاهلية وكانت صفة أهل المصائب، فلهذا الله سبحانه وتعالى نزه هذه العبادة على أن تشابه هؤلاء القوم في هذه الصفة، فاقتصر الله سبحانه وتعالى في التيمم فقط على الوجه وعلى اليدين. قال المصنف رحمه الله: وصفته، يعني أنا الآن سوف أذكر لك الصفة التي لا بد أن يأتي بها الإنسان وإذا فعلها سمي بذلك متيمما. قال: بأن يضرب بيديه على الصعيد ضربة واحدة، هذه مسألة أولى، فيمسح بهما وجهه وكفيه. إذن التيمم على قول المصنف أنه ضربة واحدة ويمسح وجهه ويمسح كفيه فقط. الفقهاء اختلفوا في هذه الكيفية، نحن الآن سوف نورد الأقوال من أجل أننا نضبط المسألة. اتفق الفقهاء على أن غسل مسح الوجه من التيمم، لكن اختلفوا في اليد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قال وأيديكم وسكت، بخلاف الوضوء قال واغسلوا وأيديكم إلى المرافق، وفي التيمم قال وامسحوا بأيديكم. هل اليد هنا تحمل على اليد هنا فيمسح مثل ما يغسل في الوضوء، أو أنه يقتصر فقط على الكفين؟ اليد في لغة العرب تطلق على الكفين وتطلق إلى المرفقين وتطلق إلى الإبط، يعني في لغة العرب قد يقول اليد ويقصد بها الكف، وقد يقول اليد ويقصد بها الكف والساعد، وقد يقول اليد ويقصد بها الكف والساعد والإبط.
فالله سبحانه وتعالى في آية الوضوء قيد، قال واغسلوا وأيديكم إلى المرافق، ولما جاء إلى آية التيمم سكت وقال وأيديكم. اختلف الفقهاء في ذلك، فالحنابلة رحمة الله عليهم مثل ما قال المصنف قال ويمسح إلى الكفين، قالوا واليد تبقى هنا على إطلاقها الأول، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وسكت لم يقول أيديهما إلى العضد أو إلى الساق. وهنا اتفق الفقهاء على أن السارق إذا سرق إذا قطعت يده تكون عند الكف، فقالوا هذه الآية أطلقت هنا وأطلقت هنا فيستوي فيها الحكم. لكن جماهير الفقهاء وهم الأئمة الثلاث يقولون لا، التيمم إلى المرفق، واستدلوا بذلك قالوا الإطلاق الذي جاء في آية التيمم يحمل على المقيد الذي جاء في الغسل، فالله ما أراد أن يكرر، فإذا وامسحوا بأيديكم تكونوا إلى المرافق. الحنابلة لما قالوا المسح فقط يقتصر على الكفين استدلوا بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، وهو حديث عمار، لهذا أورده المصنف فقال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. عمار نحن تقدم معنا كيف حتى النبي صلى الله عليه وسلم شرع له التيمم، وأول استفادة من هذا الحديث الذي هو في الصحيحين هو مسألة القياس. عمار كان على جنابة، قال يا عمر أما رأيت لما كنا على جنابة، فإيش فعل عمار؟ ذهب إلى التراب وبدأ يتمعك فيه قياسا على الغسل، لأن الغسل الإنسان سوف يعم نفسه بالماء، فقال إذا كان بالتراب فإذا لابد أن لأنه هو يعرف عمار بأن الحدث الأصغر لابد أن يتيمم، طيب والحدث الأكبر، فسوى القياس وقال لابد أنك تتمعك. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك، وهذا كان من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم. لما عمار ذهب إلى أقصى شيء أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى أقصى شيء، قال إنما يكفيك، يعني أن هذا أقل شيء يجزئك أن تضرب بيدك وتمسح وجهك وكفيك. وهذا الحديث يقوي من قول الذين قالوا التيمم يقتصر فيه فقط على الكفين، وهو قول الحنابلة وكل أهل الحديث. لكن الجمهور الأئمة الثلاث الأحناف والشافعية والمالكية يضمون إلى الكفين المسح إلى المرفقين، واستدلوا بأحاديث لكن معظمها أسانيدها ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ومن حديث أبي أمامة ومن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. لكن هذه الأحاديث لا تقوى في الاستدلال، فكلها أسانيدها ضعيفة، وإن كان قال الإمام البيهقي أن بمجموعها تتقوى. لهذا يوجد قول عند المالكية وحسنه الإمام ابن رشد رحمة الله عليهم، يقول بأن الفرض هو مسح الوجه واليدين إلى الكعبين، والسنن يضاف إليها المسح إلى المرفقين. وعلى ذلك يتخرج عندنا ثلاثة أقوال: القول بأن اليد لابد أن تمسح إلى الكف، وهو قول الحنابلة وعامة أهل الحديث، والقول الثاني على أن اليد تمسح إلى المرفقين، وهو قول جماهير أهل الفقه، والقول على أن الفرض هو المسح إلى الكف والمسح إلى المرفق يعتبر سنة، وهذا القول أقوى وأحوط لأنه يجمع بين القولين. والأحاديث الأخرى إن شاء الله إذا تقويت بمجموعها تقوى على الاستدلال. فلهذا قال المصنف رحمه الله أي الحديث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. نحن لما تكلمنا على الوضوء وتكلمنا على الغسل قلنا هذين العبادتين لهما صفة كمال ولهما صفة إجزاء. صفة الإجزاء هو أن يأتي بالقدر الذي دونه لا تصح معه العبادة، والكمال هو أن يأتي بالصفة الكاملة من سنن ومن نوافل. فنقول في التيمم كذلك، للتيمم صفتان: صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الإجزاء بأن يضرب ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وكفيه، هذه صفة إيش؟
صفة الإجزاء، وصفة الكمال أن يضرب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه، وأن يضرب الضربة الثانية فيمسح بها يديه إلى المرفقين الكفين وإلى المرفقين، ويتخرج على ذلك القولان مثل ما قال المصنف. قال: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح جاز. وهذا من باب مراعاة للخلاف رحمة الله عليه. قال: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح جاز، يعني إذا زاد في الضربات من واحدة إلى اثنين الذي هو قول الجمهور جاز له ذلك، وإن مسح إلى المرفقين جاز وهو كذلك قول الجمهور. إلا أن قوله وإن تيمم بأكثر من ضربة مشكل، لأن لا يوجد حديث تدل على الزيادة على الضربتين، فيوجد ضربة يوجد ضربتين لكن لا يوجد ثلاث. لكن قوله الآن هنا وإن تيمم بأكثر يدل على أنه يجوز اثنين وثلاثة وأربعة، فلو قيده بالضربتين في كلام المصنف كان أقوى، لأن لا يوجد من قال بالضرب بثلاث أو بالمسح أكثر من المرافق. نعم. وله شروط أربعة. وله شروط أربعة. المصنف رحمه الله الآن ذكر لنا، بدأ لنا بالكيفية، وقال التيمم هو أن تضرب على الأرض أو الصعيد وستأتي معنا، ثم يمسح بها وجهه وكفيه. ثم قال: لكن هذه الكيفية تحتاج إلى شروط، وهي: أحدها العجز عن استعمال الماء. أحدها العجز عن استعمال الماء. الآن بدأ المصنف يبين لنا في متى يستعمل المسلم هذه العبادة. قال: لها شروط أربعة. بدأ بالشرط الأول وقال: أحدهما العجز عن استعمال الماء. العجز هنا عند الفقهاء على قسمين: العجز هو عن الماء، فهذا العجز عن الماء على قسمين، إما أن يكون عجز حكمي وإما أن يكون عجز حقيقي. الفرق بين العجز الحكمي والعجز الحقيقي: العجز الحقيقي هو أنه عاجز عن الماء، ليس له ماء، وهذا يسمى عادم الماء، يعني الذي ما عنده ماء إيش يسوي؟ يتيمم إذا وجدت فيه الشروط. هذا العجز إيش؟ عجز حقيقي. وفيه عجز حكمي وهو الذي عنده ماء لكن لا يقدر على استعماله، فهذا بالنسبة له يوجد ماء لكن الفقهاء ينزلونه منزلة العاجز، لكن عجزه حكمي وليس عجز حقيقي. لهذا قال المصنف رحمه الله: أحدها العجز عن استعمال الماء. نعم. إما لعدمه وهو العجز إيش؟ حقيقي، لأنه لا يوجد له ماء. إما لعدمه، نعم، أو خوف الضرر باستعماله، أو خوف الضرر، وهذا عجز حكمي. الآن هذه المقولة التي قالها المصنف، الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء. الآن في هذه الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا، الفاء هنا للترتيب. يتخرج على هذا أن عندنا صفتين مستقلتين وصفة ثالثة. الصفة الأولى هي صفة المرض، وإن كنتم مرضى، والصفة الثانية هي صفة السفر أو على سفر، ثم أضاف صفة ثالثة وقال: فلم تجدوا ماء. فعليه يتخرج إيش؟ مريض ليس له ماء، ومسافر ليس له ماء. هذا بنص الآية. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء. لهذا اتفق الفقهاء على جواز التيمم لهذه الصفة، وهي المريض الذي ليس له ماء يجوز له أن يتيمم، والمسافر الذي ليس له ماء يجوز له أن يتيمم. واضح النقطتين؟ لأننا سوف نفرع على هذا النقطتين في حالة إذا خل بهذه الصفات. المريض إذا لم يجد ماء جاز له أن يتيمم، دليل القرآن. والمسافر إذا لم يجد ماء جاز له أن يتيمم، بدليل القرآن، وهذا باتفاق. طيب، إذا وجدت صفة واحدة ولم توجد معها الصفة الثانية، هل يجوز له أن يتيمم أم لا؟ يعني المريض إذا وجد ماء، والحاضر إذا لم يجد الماء. واضح القسمة العقلية؟ لأنه قال مريض وليس له ماء، يعني فيه صفتين، ومسافر
وليس له ماء، يعني صفتين هذا اتفقوا على جواز التيمم. طيب ما حكم المريض إذا وجد الماء؟ المريض إذا وجد الماء اتفقوا على أنه يجوز له أن يتيمم، لأن قول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء هي عائدة على المسافر فقط على قول جماهير الفقهاء. فإذا أو كنتم مرضى ينتهي الكلام، أو على سفر فلم تجدوا ماء، فإذا فلم تجدوا عائدة على إيش؟ على السفر، وعائدة على السفر لأن عادة أو المظنة عدم وجود الماء غالبا تكون في السفر، لأن عادة الناس في الحضر يكون عندهم ماء، فلهذا ذكر هنا السفر من باب التغليب فقط. فإذا المريض إذا وجد الماء لكن وجدت فيه فقط صفة المرض جاز له أن يتيمم، لكن المصنف سوف يبين لنا ما هي صفة المرض التي يجوز لصاحبها أن يتيمم. ثم المسافر إذا قلنا كان مسافر ولم يجد ماء يجوز له. طيب إذا كان حاضر ولم يجد ماء، كان حاضرا يعني نعكس حاضر ولم يجد ماء، كذلك جماهير أهل الفقه يجوز له أن يتيمم، لأن العبرة هي عدم الوجود. وذكر السفر هنا في قول الله سبحانه وتعالى أو على سفر فلم تجدوا ماء، هنا السفر من باب التغليب، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طيب إذا إنسان قال أنا ما أخشى الإملاق، يعني هو الجوع، إذا قال إنسان أنا ما أخشى إملاق فإذا يجوز لي أن أقتل ابني؟ نقول لا، فخروج لفظ الإملاق هنا فقط من باب الغالب، لأن الغالب في الناس كانوا يقتلون أبنائهم من أجل إيش؟ من أجل الفقر والجوع. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا ما أرد التحصن نكرهه على البغاء؟ لا، وإنما هذا من باب الغالب. فقول الله سبحانه وتعالى أو على سفر فلم تجدوا ماء، السفر هنا خرج من باب الغالب، فإذا العبرة به هي إيش؟ عدم وجود الماء. نعم، العجز أحدها. طيب العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله. طيب إما لعدمه وهو الصفة الأولى حتى أخرجها المصنف، الذي لا يجد ماء يجوز له أن يتيمم، لكن لا يجوز له أن يتيمم إلا بعد أن يبحث عن الماء، لأن الله قال فإن لم تجدوا، والذي ما بحث لا يصدق عليه أنه لم يجد. فإذا متى يصدق على الإنسان أنه فاقد للماء؟ بعد أن يبحث ويتجول، حتى إذا تيقن بأنه لا ماء عنده جاز له أن يتيمم. وبذلك أخرجنا الشق الأول الذي هو شق عادم الماء، ونقتصر الآن في مسألة المريض، لهذا ذكرها المصنف وذكر كيف تكون مراتبها، فقال أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد. أو خوف الضرر باستعماله، لهذا يقول المريض يجوز له أن يتيمم في أحوال: أولا خاف على أنه إن استعمل الماء زاد مرضه، أو خاف إن استعمل الماء تأخر برؤه، أو خاف باستعمال الماء التلف، أو خاف باستعمال المرض وجود بسبب البرد الشديد. لهذا المصنف كلها ذكرها، وهذه كلها محصورة في إيش؟ في المرض. فإذا لابد أننا نضبط ما هو الضابط المرض الذي يبيح بسببه التيمم. يقول الفقهاء جميع العبادات التي كلفنا الله سبحانه وتعالى لا تخلو من المشقة، لا تخلو من إيش؟ من مشقة. فإذا المشقة تنقسم على قسمين، فيه مشقة ملتصقة بالعبادة وفيه مشقة منفصلة عن العبادة. المشقة المتصلة بالعبادة مثلا في رمضان الناس إذا كان اليوم طويل كل الناس تتعب، فإذا هو فيه مشقة. وإذا كان في الشتاء وكان البرد والإنسان وقام وتوضأ، إذا هذه فيه مشقة. أو كان الحر والماء كان ساخن، إذا توضأ سوف يجد مشقة، لكن هذه المشقة لم يلتفت إليها الشرع، هذه مشقة ملغاة، بل هذه التي كانت سبب في دخول الجنة، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصباغ الوضوء على المكاره، يعني هو يتوضأ وهو مكره لأن فيه برد. فإذا هذه مشقة لا تؤثر في العبادة، فإذا هي مشقة ملغاة. المشقة الثانية التي قسمناها هي المشقة التي تنفك عن العبادة، وهي على ثلاثة أقسام: في
فيه مشقة عليا وهي وجود التلف وضياع المال وضياع النفس، فهذه قطعا في الشرع معتبرة، فمتى ما وجدت أسقطت التكليف. لهذا الله سبحانه قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفيه هناك مشقة أخرى لكنها ضئيلة جدا، مثل إنسان الله سبحانه قال أو كنتم وإن كنتم مرضى. طيب إنسان كانت في حمى، هو مريض يعني لغة هو مريض، طيب هل ما هل يتيمم؟ نقول لا، هذا المرض هو مشقة بسيطة لا تؤثر، وإنما المشقة التي تؤثر هي التي إذا وجدت مع هذه العبادة وقع الإنسان في مشقة وفي حرج. لهذا قال المصنف رحمه الله أو خوف الضرر باستعماله لمرض. يعني الآن قال له الطبيب ترى أنت على جنابة، إن اغتسلت سوف يزيد مرضك، أو أنك إذا توضأت على أحد أركان الوضوء سوف يزيد مرضه. فإذا علم بأن مرضه يزيد بهذه انتقل إلى التيمم وسقط عنه حكم الغسل أو حكم الوضوء. قال المصنف أو برد شديد. يعني إذا وجد هناك برد شديد وخاف الإنسان من أنه إذا اغتسل خاصة أنه سوف يمرض أو سوف يحدث له أي شيء، اتفقوا على أنه يجوز له أن يتيمم. جاء في الصحيحين أن عمرو بن العاص كان في سرية، كان في مع الجيش في سرية وأصبح جنبا، فلما أصبح جنب وكانت ليلة باردة جدا، فقام عمرو بن العاص وتيمم وصلى بأصحابه وهو جنب، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكي له، قيل له يا رسول الله إن عمرو بن العاص صلى بنا وهو جنبا بالتيمم، فنداه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أصليت بأصحابك جنبا؟ قال نعم يا رسول الله. قال وما حملك على ذلك؟ قال إني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فعمار استدل بهذه الآية على أنني الآن فيه برد، إذا اغتسلت سوف ألقي بنفسي إلى التهلكة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أن الإنسان إذا خاف حدوث المرض لبرد شديد مثل ما قال المصنف جاز له بأن يترك الغسل أو يترك الوضوء وينتقل إلى التيمم. نعم. أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه. أو رفيقه. قال أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه. الآن انتقل الخوف من النفس إلى الغير. مثلا إنسان كان في البادية ومعه ماء، إذا توضأ به سوف يعطش، فلأن الماء عنده قليل، فإذا خاف العطش وأن هذا الماء لا يكفيه تسقط عنه الوضوء ويسقط عنه الغسل وينتقل إلى التيمم إذا وجد الخوف على النفس، لأن النفس مقدمة ومقدمة على المحافظة على الدين. قال أو ماله، ماله مثل ما يكون معه مثلا إبل أو غنم، فخاف أنه إن سقاها بهذا إن توضأ أو اغتسل بهذا الماء سوف يقل ماءها، فيجوز له أن يتيمم، وهذا من باب المحافظة على المال، كيف الشرع حافظ على الأنفس وحافظ على المال. قال أو رفيقه، يعني إذا كان معه رفقة أو جماعة وهو كان يملك ماء وخاف أنه إذا توضأ أو اغتسل بذلك سوف يقل الماء عن رفقائه، فلا بد له بأن ينتقل إلى التيمم ويسقي رفقائه من مائه. نعم. أو خوفاً على نفسه أو ماله في طلبه. أو خوفاً على نفسه أو ماله في طلبه. مثلاً إنسان ليس له ماء لكن يعرف بعد 1 كيلومتر يوجد هناك بئر فيه ماء، لكنه يعلم بأن بجوار ذاك البئر فيه مضرة، مثلاً قد يوجد هناك أفعى، قد يوجد هناك أسد، أو المهم يوجد هناك خوف في الوصول إلى ذلك الماء، فإذا خاف على نفسه في الوصول إلى ذلك الماء سقط عنه حكم المطالبة وسقط عنه الغسل وسقط عنه أداء الوضوء وينتقل إلى التيمم، سواء خاف على نفسه أو ماله. مثلا خاف على أن مثلا إنسان مثلا كان في سيارة ومعه مثلا عياله وعرضه ويعلم بأن في المنطقة الفلانية يوجد ماء، لكن إن ترك أهله وعياله وذهب كي يأتي بالماء فإنه ممكن أن يخاف عليهم، فهنا أسقط الفقهاء باتفاق عليه أنه لا يذهب بل يبقى مع عياله ويجوز له أن
يتيمم. فإذا متى خاف الإنسان الضرر على نفسه أو على ماله أو على عرضه أو على رفقائه جاز له أن يتيمم ويترك الغسل. نعم. أو خوفا على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه أي فقدانه إلا بثمن كثير. أو إعوازه أي فقدانه بثمن كثير. مثل الإنسان كان في الطريق فوجد مثلا بقالة، الآن المية الصغيرة هذه بواحد درهم، صاحب البقالة قال له هذه بمئة درهم، هو ما معه ماء والطريق في الطريق، فهل يجوز له أن يشتريه؟ فقال المصنف رحمه الله: فإذا أعوزه أي فقدانه إلا بثمن كثير، يعني لأنه هو مطالب بأن إذا كان الماء يشتريه بثمن بسيط وجب عليه بأن يشتريه كي يحدث العبادة، لكن هذا الماء إذا أعوز وأصبح ثمنه كثيرا وأجحف في ثمنه من باب المحافظة على المال لابد ألا يشتري، وإنما ينتقل إلى التيمم، وهذا من باب محافظة الشرع على النفس وعلى المال. نعم. فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. هذه المسألة ترجع إلى فقدان الماء وإلى المرض. كيف فقدان الماء؟ الآن الله سبحانه قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. طيب إنسان وجد ماء فقط يكفيه مثلا إلى لبعض الغسل ويكفيه فقط لبعض الوضوء، الآن إذا كان عندك ماء سوف تتوضأ وسوف تغتسل، طيب ما عندك ماء لا يكفيك لذلك، والله سبحانه قال: فإن لم تجدوا ماء، أنت واجد الآن ماء لكن واجد قليل، ماذا تفعل؟ هل تستعمل هذا الماء القليل في الشيء الذي يكفيك، ثم الباقي الذي لم تغسله أو تتوضأ فيه تنتقل فيه إلى التيمم، أو أن بما أن الماء لا يكفيك أصلا تتركه وتنتقل إلى التيمم؟ هنا مسلكان، واضح الفرق؟ أو مثلا في المرض، إنسان عليه جرح وعليه جنابة، يستطيع أنه يغسل بدنه والجرح هذا يمكن أن يمسح عليه ويمكن أن يتيمم له، فهل يجمع بين البدل والمبدل أو ينتقل فقط مباشرة إلى التيمم؟ هنا مسلكان، الحنابلة والشافعية يقولون، الحنابلة والشافعية يقولون إذا أمكن الجمع بين العبادتين فهو أولى، سواء بالنسبة للمريض أو بالنسبة للعادم الماء. مثلا إنسان في رأسه شجة، يعني في رأسه جرح، إذا ده وصل إليه الماء سوف يضره، فعند الحنابلة وعند الشافعية يغسل بدنه لأن الماء لا يضره، والله سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله ما استطعتم، وهو يستطيع أن يغسل بدنه دون رأسه، يغسل إيش؟ بدنه، ورأسه لا يلمسه بالماء ورأسه يتيمم له، يعني يتيمم، فيجمع بين العبادتين. هذا بالنسبة للمريض. بالنسبة لعادم الماء، إنسان مثلا عنده ماء قليل يستطيع أن يغسل وجهه وكفيه لكن ما يكفيه إلى رجليه، فعند الحنابلة والشافعية يجمع بين الاثنين، يغسل وجهه ويغسل يديه ولكن رجليه بما أن الماء لا يكفيه يتيمم له. واضح هذا المسلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم تجدوا ماء، لكن هذا واجد قليل من الماء، فإذا متى يصدق عليه لم تجدوا ماء؟ حتى يستنفده في العبادة. وأما الأحناف والمالكية يقولون: لا، إذا لا يجمع بين البدل والمبدل، إذا سقط بعض البدل سقط المبدل، فنقول: من وجد قليلا من الماء ولا يكفيه للغسل أو لا يكفيه للوضوء يتركه ويذهب إلى التيمم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم تجدوا ماء، وهذا من ناحية الشرعية ليس بواجد الماء، لأن الماء في الشرع هو الماء الكافي لإحداث العبادة من غسل أو من وضوء. وكذلك المريض إذا كان عليه مرض مثلا في رأسه مثلا شجة، والغسل لابد أن يعم الإنسان جسمه بكامل الماء، ولما وجدت الشجة فإذا سوف لا يغسل رأسه، فلما سقط غسل الرأس سقط البدل كله وهو الغسل وينتقل إلى التيمم. وكلا المذهبين قوي، يعني الجمع بين العبادتين أو الاقتصار على واحدة، وإن كان قول الحنابلة وقول المصنف، أعيد قول المصنف.
فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه. فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، يعني الماء مثل البعض، إحنا مثلنا مثلا مجروح في رأسه، مثلا مجروح في ساقه، يغسل رأسه ويغسل مثلا جميع أطرافه، لكن رجله التي فيها يتركها ويتيمم لها. قال المصنف: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله للشيء الذي يقدر عليه ويتيمم للباقي. والحنابلة والشافعية يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم. وهذا يستطيع بأن يأتي في الوضوء بأقل شيء وفي الغسل بأقل شيء، وإن كان كلا المذهبين قوي. الثاني أظن أننا نؤخره إن شاء الله إلى الدرس القادم إن شاء الله. وصلى ربي وسلم على سيدنا محمد.